الأهل والأحباب، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد وعمر مديد. وعايزين نتكلم شوية عن العود. مؤكد العود آلة وافدة حتى على العرب، يعني هي في أصولها فارسية، تطورت طبعا عبر القرون، بدأت بأربع أوتار، ثم أتى العصر العباسي وزرياب والموصلي، وأضاف زرياب الأوتار الخامس، وظلت تتطور إلى يومنا هذا. العود علاقته بالأغنية السودانية بدأت منذ مطلع العشرينات، يعني تقريبا 1919، لعل وجود جالية من الشوام والمصريين لها أثر في دخول العود السودان. والكلام ده كان في منطقة الخرطوم تحديدا، ولعله أول من تعاطى مع العود ويعني سمعناه ربما الخليل في عزة، خليل فرح، وعبد القادر سليمان، داخل الفنان الراحل حسن سليمان الهاوي. من ثم عبد القادر ده علم ناس كتار، منهم عثمان حسين، منهم حسن عطية، منهم يعني، وكلهم كانوا في الخرطوم. العود أثروا على أغنيتنا السودانية إنه أطر ليها وعمل النقلة من مدرسة الحقيبة للمدرسة الوترية الأولى اللي ظهر فيها الفنانين حسن عطية وأحمد المصطفى وعثمان حسين والتاج مصطفى وعثمان الشفيع والذين تلوهم. أعتقد أنه إلى الآن العود له أثر واضح جدا في تكوين الأغنية السودانية، ولما يزل المشتغلين بالموسيقى يلحنوا بالعود، ومعظم الفنانين اللي يتعاطوا مع العود بشكل جيد يكاد يكونوا هم ناس بارعين في ألحانهم، ووضع ألحان بتتناسب مع أصواتهم، لأنهم بكونوا مدركين تماما ل يعني الأبعاد والآماد الصوتية بحرفتهم ودربتهم على العود. يعني احنا افتكر ان ابتدر الشغله دي باول معزوفه انا سمعتها وانا طفل، اسمها الأدهمية.
الحديث عن العود يطول، زي ما أسلفت إنه هو آلة فارسية ويصنع من الخشب الخالص، يعني العود ما فيه أي أجزاء عندها علاقة بمعدن ثاني أو حديد أو ألمنيوم أو كده. يعني أجزاء العود طبعا أصلا الجزء الأساسي فيه الصندوق المصوت اللي هو اسمه القصعة، اللي هو الجزء ده المقوس ده، وهو مجوف أو مفرغ يعني من 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 جوا، يعني بحيث إنه لما يحصل التجليد بتاعه بالوش الخشبي ده وتربط عليه الأوتار يحدث التصويت أو التنغيم. يعني القصعة دي نحن بالسوداني بنقول عليها القرعة لأنها بتشبه القرعة. يعني الأوتار تتكون من أوتار، هي نقدر نقول عليها بلاستيك وعصب وجزء منها حديدي، جزء منها حديدي. باقي المكونات بتاعت العود اللي هو المسطرة دي اللي هي اليد اللي يعمل عليها الحركة بتاعت العازف، وهي فيها المسافات المحددة. نهاية المسطرة هنا في المفاتيح، والمفاتيح دي هي اللي بتنزل فيها الأوتار، بتساعد على ضبط العود على أعلى جودة. يعني العود في أبعاده الصوتية بيتكون من يعني أنت بتضبط على بعد 2.5 درجة. إذا قلنا مثلا دي نغمة دو سي نص لا، درجة كاملة صول، يعني من الدو للصول 2.5 درجة نصف بعد صوتي، يعني أبعاد صوتية 2.5 بعد. في بعض الدول الخليجية الوتر الأخير ده بيضبطوه على بعد تقريبا 1.5 درجة، 1.5 درجة، ودي لاستخدامات خاصة في خاصة بالمسطرة، عشان ما يعني نغرق في نستغرق ونغرق في الإبحار على هذه الآلة التي لا ينتهي شرحها. نستريح مع واحدة من مؤلفات الإمبراطور براي محمد دفع الله ونرجع تاني عشان نواصل. Thank you.
لعل ارتباط العود بالموسيقى العربية من قديم الزمان كان له قدح معلى في إيصال كثير من الأنماط الموسيقية الشرقية، يعني بدءا من العراق والحضارات المتتالية في أرض العراق واللي احتفت بالعود أيام احتفاء. خلف دي كثير من المدارس وأنماط من المقامات الشرقية، واللي العود لعب فيها دور أساسي. المقامات في مقامات رئيسية مؤكد، وفي مقامات بتتفرع منها هي بتكون أصغر. ما أظن حنقدر نغرق في المسميات أكثر، إلا أنه العود يعني قدر كآلة مسيطرة وبسلطنة الحازقين على آلة العود قدروا ينقلوا بيه الحضارة والمقامات الشرقية من دور وموشح إلى أن بلغ شاوا بعيدا ووصل إلى الأندلس. ولعل من منا لا يذكر لما بدأ يتثنى وما إلى ذلك. الأثر الواضح للسامع إنه في العود بالنسبة للموسيقى العربية في طرق بتاعت عفق على المسطرة بما يسمى بالسيكا أو ربع التون، وده ما بنلقاه في أي منطقة تانية سوى الموسيقى أو المناطق الشرقية الأوسطية، المناطق العربية تحديدا. ويعني من الحكمة إنك تقدر تفرق أهل العراق من أهل الحجاز بطريقة عزفهم وبطريقة العفق على المسطرة هنا، خصوصا إنه زي ما قلت لكم في نغمات ما بتلقى أنت في آلة تانية، مثلا الجيتار ما بتلقى فيه السيكا، يمكن الكمانجا لأنه العرب قدروا يتخذوا من الدوزنة بتاعتها دوزنة أقرب للسمع وقدروا يخترقوا الآلة دي ويخطوا فيها طعامهم اللي هو ما يعرف بالسيكا. نستريح على معزوفة للجميلة الغريدة ساحرة الشرق فيروز. Thank you.
هنالك من الموسيقيين السودانيين الأوائل الذين التصقوا بالعود والتصق بهم، أي صاروا يعرفون بالعوادة ويعليهم شأن كبير جدا جدا، لأنه مكنهم من تأليف ونظم كثير من المؤلفات الموسيقية السودانية المحضة، أو يعني نقدر نقول ساعدهم مساعدة أيما مساعدة في أن يعني يوجدوا لهم حيز في وجدان الشعب السوداني، وأن يرسخوا لفهم سماع الموسيقى، الموسيقى التي لا يصاحبها غناء يعني. ولعل يعني أولهم كما ذكرت الإمبراطور، وأنا أسميته إمبراطور العود لأنه يعني نقدر نقول إنه سودن العود، العود ده ما قلنا جانا وافد، فاستطاع برع محمد دفع عطلة أن يسودن العود، وكل الذين تلوه ساروا على خطاه يعني، ناس تشربوا منه الريشة، ناس تشربوا منه السحب على المسطرة. نذكر منهم قلنا الإمبراطور برعي والملك سنجك الأغنية السودانية بشير عباس، وهنالك عازف كان بالإذاعة السودانية اسمه بشير عمر، وكان يعزف العود حينما تسمعه تسمع زي كأنك بتسمع في بيانو. الثاني في أستاذنا الراحل علي مكي والراحل خليفة أبو قرون، ولعلهم هم ما كثيرين. في ناس ما اشتهروا يعني على مستوى السودان، اشتهروا على مستوى العالم كالموسيقار الراحل حمزة علاء، وهذا موسيقار نوبي درس المقامات الشرقية، ومعظم مؤلفاته تقريبا هي مؤلفات شرقية لمن سمع بها يعني، أو ما سمع حقه يبحث عبر الإنترنت بنلقاه موجود إن شاء الله. نستريح في معزوفة لسنجك الموسيقى السودانية بشير عباس، أقول لكم كل سنة وأنت طيب، ونسمع ألحان. Thank you.
لعل جل الفنانين السودانيين المغنيين يعني إن لم يكن كلهم يعني ارتبطوا بالعود، ارتبطوا به ارتباط وثيق يعني، لدرجة إنه لو هم بيغنوا في أجهزة إعلام أو بيغنوا في مسرح أو بيغنوا حتى في بيت عرس يعني بيكون العود موجود مع الأوركسترا. ف مكنهم ده برضو من وضع ألحان رصينة جدا جدا، ويمكن لأنه العود أصلا آلة أنس يعني. وقلت أنا في غير ما موضع إنه العود آلة أنس وآلة الزول لأنه بيحتضننا على صدره، بيحتضننا على صدره، فبالتالي يعني يبثها هجانه تبث حنينه وينضغم بأوتاره. لعله أشهر الفنانين اللي ارتبطوا بالعود أمير العود الراحل المقيم حسن عطية، وهو مروعة للعود لأنه عزف العود في سن صغيرة. بعد ذاك كثير منهم يعني أحمد المصطفى، تاج مصطفى، عثمان حسين، والذي بدأ عوادا يعني بدأ حياته عوادا لم يكن مغنيا. بعد ذاك يأتي جيل محمد الأمين، أحمد الجابري، ويجي بعد ذاك جيل خواجة لعثمان وهاشم ميرغني. ديل كلهم ناس ارتبطوا بالعود يعني ما يكادوا يغنوا إلا والعود مصاحبهم يعني. لعلي أنا في هذا المقام وإن كنت قد بعدت الشقة بيني وبين الغناء يعني لفترة، ولكن بما أن العود موجود والصوت موجود فنغني لأرق العوادين والراحل المقيم خوج العثمان، وأحيي أسرته، وخلوني باسمكم جميعا أهني القناة الرائدة التي صارت منا مصر الدم في العروق، وأصبحنا متابعين لصيقين بها. تحية للدكتور أشرف سيد أحمد الحسين ولخطتنا الصادق، لكل من يعرف عوض حمود يقول لهم كل سنة وانتم طيبين، الأسرة الكريمة كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتمكم بالعافية والسلامة، وأشوفكم أنا إن شاء الله في أقرب وقت. قلت أغني لزول رقيق زول جميل الراحل المقيم خواجة العثمان، وباسمكم جميعا واسم هذه القناة الرائدة دعوني يهني أسرة الراحل المقيم خواجة العثمان، إيهاب وشهاب ورحاب والشباب كلهم، حاجة زينب. وخلوني أحيي الشاعر الرقيق أخونا الكبير تاج السير عباس، والصديق الملازم كان لخوجة العثمان هاشم محمد محمد صالح، كل سنة وانتم طيبين جميعا، ونغني لخوجة لي. كتير بتناسى ايديا ايديا واسيب عيني فوق ايدك، ودي عيونك احلى كلام تعيد بيه يوم عيدك. كتير بتناسى ايديا واسيب عيني فوق ايدك،
قد عيونك أحلى كلام، تعيد به يوم عيدك وكل القصة لو عارفة يا أخي، كل القصة لو عارفة أنا الزول الصاحب ريدك بريدك. حكاية الريدة بيناتنا، الريدة بيناتنا حنينة بجيب ليكي غناي، وزي ما قالوا ليك ريات حكاية التغليب الهداي، وحاتك انت بجنبي بحسك انت في جواي، وحاتك بحسك انت في جواي، جمال ما اخد شموخ بلدي وسحب ليه الزرع رجاي، انا بريء بالصدفة نتقابل، بالصدفة نتقابل ويبادرك من عيوني سؤال، وتعملي انت زي ناسية، انت زي ناسية وداعي بخاطري حسن الفال، تفوت تنساني لا لا محال، تمد ايديها يا رب تفوت، تمد ايديها يا رب لي تفوت تنساني لا لا محال، تهمس ليك انا ملريت غناوي تفرح الاطفال، أنا بريء